في ظل المشدات اللي هي كثيرة بخصوص الأنباء اللي كتقول أن المغنية تم الاعتقال ديالها وأن الأبحاث جارية على قدم وساق من طرف الفرق الوطنية من أجل الكشف عن حقيقة تورطها في الممنوعات، خصوصا السيارة اللي كانوا بقاو فيها هذيك الممنوعات داخل مدخل مدينة مراكش. فعلى أي الأسباب الرئيسية اللي خلى الاختفاء ديال هاد المغنية إخواني إخواتي؟ هو مرور بواحد الحالة نفسية صعيبة جدا يعني، والآن كتواجد بالمنزل ديالها بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، والعائلة اللي كتحاول أنها تسارع الزمن من أجل يعني ربط الاتصال مجموعة من المسؤولين من أجل فك أو طي هاد الملف اللي هو عنده علاقة بالممنوعات، وهذا الشيء اللي كيشكل خطر كبير للمغنية، خصوصا وأن القانون يعني لا يحمي المغفلين بهذا المعنى في مثل هاد الحالات. الناس أو العصابة أو التجار أو البزنازة كما يحلو بعض الناس أنهم يأكدوا أنه عندهم صلة بهاد القضية، خصوصا وأن العائلة كتأكد المؤامرة ديال هاد العصابة باش يورطوا هاد المغنية وبالتالي يدخل للسجن. وهاد الشيء اللي كنحاول يعني السيدة تحفة مرارا وتكرارا، وأكد أن هاد السيدة كتحاول أنها تلعب النار وأنها كتحاول تدخل راسها في بعض الشؤون ربما اللي هي بعيدة عليها. والسبب الرئيسي إخواني أخواتي هذه المغنية كتحاول أنها تنتقم من أي واحد كيحاول أنه يجبدها أو يجمع الدواء أو يجبد الدواسة ديالها. فالأكيد راه هذه المؤامرة كما ذكرت العائلة ديالها قالوا أن المؤامرة يعني اللي لحقات المغنية فهي جات اليوم من العشيق ديالها ناصر، هذاك الشاب العشريني اللي مشى يعني باش تم الاعتقال ديالو واعترف ان المغنيه هي فعلا كانت كتناول بعض الممنوعات، وانها يعني كانت كتقدى يعني من عند شي بزناز ربما بزناز اللي هو اللي خلق لنا المشاكل بخصوص هذه القضية، وهالشي اللي خلى أن التهم تحوم حول هذوك البزنازة أو هذوك الناس اللي كانوا يعني في الكباري، خصوصا ديك الحراس. كذلك العائلة كتهم أو هاد المغنية كتهم صاحب الكباري اللي عنده صلة بالموضوع. على أيين احنا عندنا ثقة تامة في القضاء ديالنا، هاد الثقة إخوان إخواتي اللي غتجعل ان الابحاث غتكتف بخصوص هذا الملف، لان هذا الملف خطير وخطير جدا. وحتى الطليق ديالها اللي كان خرج وكشف بعض المعلومات، واللي فعلا هذيك المعلومات هي اللي يسرت يعني التحقيقات اللي كتباشرها السلطات الأمنية. وفعلا كما ذكرت أن الأخت ديالها اللي تم استدعائها كذلك من طرف الفرقة الوطنية باش تدلي بعض المعلومات يعني في هذه القضية اللي متورطة فيها الأخت ديالها. على أين إخوان إخواتي أمام هذه التطورات والمستجدات اللي هي خطيرة، خصوصا والتحقيقات اللي مازال متواصله يعني في القضيه ديال هذه الممنوعات او البيضه من النامور كما يحلو الكثير من الناس اللي كتكلم في هذا الموضوع، التحقيقات اللي كباشرتها يعني الفرقه الوطنيه يعني هذه قبل يعني اسبوع. فالاخت ديال المغنيه اللي حتى هي تم استدعائها باش يحاولوا انهم يبحثوا معها حتى هي في هذه القضيه وتعطيهم بعض المعلومات يعني بخصوص الاخت ديالها
لان فعلا لان هي الاخت المقربه منها وهي عارفه كل صغيره وكبيره. فحتى المغنيه اخوان اخواتي كتحاول انها تنكر كل شيء وتنفي كل هذه الادعاءات، خصوصا وانها كتحاول يعني تتهم صاحب الكباري وكذلك الحراس ديال هذا الكباري، وكتاكد انهم هم المسؤولين عن هاد الواقعة ديال الممنوعات. فحنا عندنا ثقة يعني في السلطة الأمنية، عندنا ثقة في القضاء، اللي ميمكنش أن أي واحد يجي يعني يحاول يراوغ يعني هاد المحققين. فأمام هاد المشددات وهاد الأخبار اللي هي متناقضة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هاد القضية ديال الممنوعات، فالفرقة الوطنية إخوان إخواتي اللي حاولت أن تستدعي الأخت ديال المغنية يعني في القضية ديال هاد الممنوعات، وفي هاد القضية للأكيد أن الأخت ديالها غتعطي بهاد المعلومات للسلطات الأمنية اللي غتفيدهم للوصول إلى الحقيقة شكون اللي وضع هاديك الممنوعات داخل السيارة الأخت ديال المغنية الحمزاوية. فهاد الأخيرة اللي كتحاول انها تنفي علاقتها باي واحد في هذه القضيه، ولكن كيحاولوا انهم يتهموا صاحب الكباري وكذلك الحراس ديال الكباري اللي هما المشتبه بهم الرئيسيين، كيحاولوا انهم يورطوها في هذا الملف. فالقضيه اللي صراحه ديال الممنوعات اللي كنحاول في الكثير من الاحيان، وكما ذكرت سيد تحفة اللي عنده اني بعض المعلومات اللي حاول انه يبرطاجها من الناس في القناة ديالو، وحاول انه ينبه هاد السيدة باش تبتعد عن هاد الميدان ديال التخرويط، وتحاول انها تعترف وتخرج في مواقع التواصل الاجتماعي يعني وتعتذر لجميع الضحايا، وهي مازال كتمادى ومازال كتخرج عينيها ومازال كتحلف على الناس وكتحاول انها ترفع عليهم يعني شكاوي او دعاوي قضائيه انتقاما، وهي دائما كتحاول تنتقم اكثر ما تحاول انها تعتذر يعني وتعترف بالقضيه المتابعه فيها. فكل ما تنبأ له السيد تحفة في هاد القضية فعلا حصل لهاد المغنية، فهي كتعيش اليوم حالة من الرعب، فعلا حالة من الرعب. فاليوم إذا كانوا حاولوا أنهم يورطوها في هاد المخدرات، ففي الأيام القادمة ربما يحاولوا أنهم يعني يخلقوا لها بعض المشاكل أخطر بكثير في ظل هاد المشاكل الكثيرة اللي كتعاني منها هاد المغنية. فحتى بعد أن ما كتقول أنها تحاول تفكر بالابتعاد نهائيا عن الفن، يعني في حالة ما تم تطبيق القانون في حقها ودخلت للسجن الودايا، فهي ربما تحاول تتوب وتحاول أن تبتعد عن الميدان، وتحاول أنها يعني تعتذر لجميع هذيك الضحايا، والشيء اللي كنتمنى من الله عز وجل. ولكن أنا أستبعد أنها يعني انها غتعتاز الفن خصوصا، وان الفن او هذا الغناء اللي كتغني فيه يعني في الكباري يعني هو اللي كيساعدها ماديا باش تخلص عليها، تخلص بعض يعني الكريديات وبعض يعني الاشياء اللي عندها علاقه بهذا القضيه ديال حساب حمزه مومبي، لان دائما كتحاول انها تدفع بعض المبالغ ماليه لبعض المسؤولين باش يحميوها. هذه الحقيقة إخوان إخواتي، فنكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوشنا باللايك ديالكم كذلك البرتاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.